يا مواليد برج المزايا، يا رب تكون بخير. انا مريم. توقعات برج المزايا ليوم الخميس 26 مايو ايار 2022. بالنسبة لك النهاردة يا ميزان، هتعرف تحقق توازنك المطلوب في اليوم ده، بس عليك انك تتقبل كل انواع التغيرات وتبعد عن كل المبالغة اللي بتبقى في طريقك. خليك واقعي اكتر في انك تقدر امور كتيرة جدا حواليك علشان ما تخسرش ثقتك في كل الاشخاص اللي حواليك النهاردة. بالنسبة للأعزب، نجاح العلاقات مع شريكك في اليوم ده بيحتاج منك لتضحيات علشان تعرف تستمر في العلاقة دي من غير ما تخسرها. بالنسبة للمرتبط، علاقتك العاطفية في تطور أكتر، في ازدهار أكبر. حاول بس إنك توطد علاقتك مع شريك حياتك قدر الإمكان. ما تجازفش النهاردة بأي نوع من أنواع المجازفة علشان ما تخسروش. هتكون النهاردة أنت مصدر داعم كبير، وفي ثبات كبير جدا في العلاقة ما بينكم في الفترة دي. بنصحك بس يا ميزان إنك تمارس المشي بشكل يومي علشان تعرف تستفيد من عطلة نهاية الأسبوع، وتنضم لفريق في بنظم رحلات تعتبر فيها مشي طبيعي أكتر في الطبيعة، تستمتع بيها بأجواء وشجر وخضرة حلوة جدا ومريحة جدا ليك. توقعات برج الميزان للرجل، كل القرارات اللي قدامك النهاردة تعتبر مش في ظروف حياتنا دي، طبعا بتحدد مصيرنا بشكل أكتر من أي حاجة. عشان كده لازم ناخد اليوم ده قرارات مش هنعرف نغيرها على الفور. طبيعة حياتنا النهاردة بتخلينا نعمل كده، وبتخلينا أفضل إننا ننجز شغلنا. طالما كنا بنأجله، هنتقن مجموعة جديدة من مهاراتنا في اليوم ده. توقعات برج الميزان للمرأة، خلي كل أفكارك النهاردة مع بعض في سلة واحدة، وخدي منها قرارك اللي انت حابة انك تقرري. كل أفكارك النهاردة تعتبر منطقية، هتبقى قايمة جدا على أسس ذكية جدا، هتختاري بيها مضبوطات كتيرة. علشان كده بنصحك انك ما تقلقيش، يومك ده هيبقى مميز جدا. طاقتك الجسدية هتبقى في أعلى ما يمكن بالنسبة ليكي، وحتى مظهرك وشعورك، لأنك على الأغلب بترغبي في إنك تقضي يومك ده في البيت. هتكون النهاردة قدراتك على إنك تعبري عن مشاعرك كويسة جدا ومناسبة جدا. علشان كده لازم تتوقعي محادثات طويلة مع أشخاص كتير هيعتبروا قريبين منك في الفترة دي.